ضيفش بزاف من هادشي اللي قالت الاخت سعاد، وانما بغيت نقول واحد الحاجه. احنا عندنا اليوم جوج ديال الاعياد ماشي غير واحد. اولا واحد العيد اللي هو عالمي كيحتفلوا به العالم، كيحتفل به العالم، والعيد الثاني هو عيالات بن طيب راهم غاديين ان شاء الله مزيانه، ما غتبقاش الحكره، ما غتبقاش بزاف ديال الحوايج ديال العيالات. ماذا يعني غادي نخرجوا ان شاء الله للنور، والمراه حتى هي فيما حطت يديها غادي دير شي حاجه ان شاء الله. وكنشكر بزاف السي بغداد اليد المنقذه لهاد النساء. زيزاوي محمد حتى هو الامين العام لحزب الاصاله والمعاصره، وانا فرحانه بزاف كوني مراه وكوني انا وسط هاد النساء كاملين. وكم ان شاء الله اليوم كنحتفلوا، هذا واخا ما مشيناش ولكن حنا رحنا درنا واحد الحاجه واخا حتى حنا غير بيناتنا. وشكرا لكم جميعا.